اهلا بيكم يا جماعه، احنا كان معاكم في فيديو جديد، والنهارده جاي اتكلم على الريلمي 7 برو، الموبايل الجديد اللي جاي بسرعه شحن 65 واط، واللي تقريبا كله بيتكلم عن الموضوع ده بس، وكأن الموبايل عباره عن شاحن سريع. الموضوع مفيد جدا لو انت نسيت تحط موبايلك على الشاحن ونزلت مثلا الجامعه او عندك اي مشوار ومحتاج تشحن موبايلك قبل ما تنزل. دوت اسرع موبايل بيشحن في مصر حرفيا، سواء في السعر دوت او في اسعار اعلى من كده، دوت اعلى سرعه انت ممكن تشتريها. علشان كده حبيت اعمل تيست في الموضوع ده، بحيث ان انا اشوف الموبايل هيشحن في كام دقيقه بالظبط، خصوصا الشويه اللي في الاول دول، لان عاده لما بتتحط في موقف زي دوت ما بيبقاش عندك فرصه كبيره ان انت تستناه لحد ما يوصل للاخر. مبدئيا في خلال اول 5 دقايق بس بتلاقي الموبايل دوت شحن معاك 20%، اللي هو معبال اصلا ما تفتح عينيك وتفوق هيكون الموبايل شحن الشويه دول. اول 50% بيشحنهم في حوالي 12 ل 13 دقيقه، وفي خلال نص ساعه كان شحن معايا 95% من البطاريه، يعني حوالي تقريبا كلها. ممكن بقى تستنى 5 دقايق 10 دقايق علشان اخر 5% دول بيشحنوا ببطء شويه عن المعتاد، بس تخيل ان انت بس شحنت 95% من الموبايل في نص ساعه. ده رقم يستاهل ان هو دوت اللي ابتدي بيه الفيديو يكون هو دوت اول حاجه هتكلم عليها، رغم ان انا اتكلمت عليها قبل كده. بعيدا بقى عن الحته ديت، البطاريه بتاعت الموبايل حصل فيها تحسين كمان عن الريلمي 6 برو، هو بقى يقعد معايا فتره اطول شويه. دوت يمكن علشان الشاشه السوبر اموليد، يمكن علشان برضو حجم الشاشه اصغر، حاجات بسيطه من الريلمي 6 برو، الحاجات ديت كلها ساعدت ان البطاريه تكمل معايا اليوم. فانت بتاخد سرعه شحن مهوله كده وبطاريه بتكمل معاك اليوم، ديت حاجه مميزه جدا في الموبايل. التكنولوجيا بتاعت السوبر دارت ديت بيعرفوا يعملوها عن طريق ان في بطاريتين جوه جسم الجهاز، مش بطاريه واحده بس، علشان كده بيقدر يشحن البطاريتين بسرعه وبيديك حجم كبير، وفي نفس الوقت ما بيبقاش يدخل لكل بطاريه واحده فيهم حجم كبير قوي من الشحن علشان ما يضعفش البطارية. ديت ابسط طريقة تقريبا ممكن اشرح بيها الموضوع، وكده كده الناحية التكنيكال مش مهمة بالنسبة لنا قوي، احنا المهم النتائج العملية. التصميم بتاع الموبايل معمول بالكامل من بلاستيك، مفهوش اي حتة ازاز، سواء الفريم بتاعه او الظهر. شكل الانعكاسات بتاعه عجبني جدا، وصراحة انا مستشيق شكل الموبايل، خصوصا بالحتة الذهبي اللي موجودة في زرار الباور. انا عن نفسي بحب التفاصيل الصغيرة ديت جدا، مسكة الموبايل في الايد مريحة وبقدر اوصل له كله تقريبا بايد واحدة بدون مشاكل. بالحديث عن الشاشه، فهي شاشه سوبر اموليد جودتها 1080p. طبعا بما انها بقت سوبر اموليد فحصل تحسين عن الاجيال اللي قبل كده، بقت تدي الوان احسن وبقت تدي كونتراست تحديدا افضل بكتير من الشاشات الاي بي اس. لو هقارن بكل الشاشات بتاعت ريلمي فديت يعتبر حصل فيها تطوير ملحوظ. طبعا بما انها برضو شاشه سوبر اموليد فبقى عندك اولويز اون ديسبلاي، ولكن للاسف ما عندكش اوبشنز كتيره او خيارات كتيره تخلي الساعه معروضه بشكل معين. هي اولويز اون ديسبلاي موجوده عندك، يا بتشغلها يا بتطفيها. الجوده بتاعت الشاشه عموما ديت واحده من الشاشات اللي هتقدر تستمتع بيها بالفرجه على الفيديوهات عموما. لو شغلت اليوتيوب هتلاقي ان هو بيدعم ال HDR10 عليه، ولكنه بيدعمه عليه بس مش على كل البرامج التانية. وديت نقطه انا بقيت الاحظ ان هي بتحصل مع كذا موبايل لما الشركه ما بتبقاش اعلنت ان هو بيدعم ال HDR10. نتكلم عن الاداء بما انه هو بيبقى نقطه بتهم ناس كتيره جدا، عايزه تعرف الموبايل تقيل في الالعاب، بيهنج ولا لا، شغال معاك بسرعه ولا لا. الفئه السعريه بتاعت الموبايل ديت دلوقتي بقى تقريبا مش موجود فيها غير معالجين بس، ال 720 جي وال 730 جي، واللي هم بيدوا نفس الاداء اصلا بالظبط، واللي هم مش فارقين عن بعض كتير. الموبايل دوت جاي ب 720 جي مع 8 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت ذاكره داخليه، تعتبر توليفه كويسه في السعر ده. دوت الطبيعي ودوت المعتاد ودوت اللي انت هتاخده تقريبا من معظم الموبايلات اللي موجوده في نفس الفئه. الاختلاف ممكن يكون في الرام، الاختلاف ممكن يكون في المساحه الداخليه، بس البروسيسور نفسه والسرعه نفسها دوت معالج منتشر جدا دلوقتي. المعالج دايما نتائجه ما بتخيبش ظنها معايا، هو بيديني اداء حلو جدا في الالعاب، ما بيهنكش، ما بيعملش فريم سكيبنج، ولحد دلوقتي هو يعتبر خيار كويس. اتمنى ان انا قدام اشوف معالجات زي السناب دراجون 765 مثلا، بس لحد دلوقتي في 2020 دوت يعتبر معالج ممتاز في الفئه السعريه ديت. بالنسبة للكاميرات بتاعت الريلمي 7 برو فانا عندي تعليق عليها مقارنة بالجيل اللي فات اللي هو 6 برو. لما تيجي تبص على التوليفة اللي موجودة هنا في الكاميرات هتلاقي عندك 4 كاميرات خلفية، الأساسية والألترا وايد والماكرو والدبس. لما تيجي تبص على 6 برو اللي هو نزل من حوالي 6 شهور تقريبا هتلاقيه استعمل كاميرا تيلي فوتو بدل الكاميرا الدبس اللي موجودة هنا، ودوت بصراحة اوبشن أحسن. ده بيخليك لما تيجي تصور بورتري تعرف تعمل زوم افضل، وعموما بيديلك افضليه في الزوم. بعيدا عن النقطه ديت فالاداء بتاع الكاميرات نفسه انا حسيت ان هو احسن من ناحيه التفاصيل، بقى يعتبر افضل شويه.
وفي النهار عموما هو هيطلع لك صورة ممتازة، يعتبر ما فيهاش غلطة، بتدي لك تفاصيل كويسة، بتدي لك دايناميك رينج محترم جدا، صورة عموما هتبقى انت راضي عليها وانت بتصور بالموبايل دوت. طبعا التحدي الاكبر بيكون في ظروف الاضاءة الضعيفة، ولما تيجي تصور هنا بالموبايل هتلاقي ان الصورة بتطلع مظلمة شوية ومايلة للون الورم او الاصفر. الصورة حلوة فيها تفاصيل كتير، النويز ريدكشن بيتعمل كويس جدا فيها، لا بشكل اوفر قوي ولا بشكل قليل قوي، بس بتطلع مظلمة شوية كده. طبعا بما ان عندك النايت مود في الموبايل دوت فهو بيحل الحتة ديت، لما تيجي تشغله هتحس ان الصور بقت منورة احسن بكتير من الاول. وعلشان كده انا شايف ان ريلمي 7 برو يعتبر برضو موبايل كويس جدا بالنسبه للكاميرات. السوفت وير بتاع الموبايل هو ريلمي يو اي، بحيث ان هي كل مره بتنضج اكتر وبيبقى شكلها كلين عن المره اللي قبلها، ما بتبقاش زحمه وما بيبقاش فيها حاجات كتيره زي الاول، بيظبطوا حاجات في الشكل كل مره وتحس ان هي بتقرب من الستوك اندرويد اكتر. طبعا هي واحده من اكتر الواجهات المستقره في الاندرويد اللي ممكن تجربها، وهي عموما بالنسبه لي من الواجهات اللي انا بحبها، بحب كمان الكاستمايزيشن اللي فيها، فكره ان انا اقدر اغير الايكون باك، عندك الدارك مود، عندك طريقه توصل بيها للابلكيشنز بشكل اسرع لو سحبت من اليمين كده زي شاشات الايدج. فهي عموما واجهه غنيه بالمميزات وفي نفس الوقت مستقره وبتحافظ على البطاريه، فانا من الواجهات اللي انا بحبها. من الاخر الريلمي 7 برو يعتبر دلوقتي واحد من افضل الموبايلات اللي في ترشيحاتي في الفئه السعريه ديت، هو يعتبر بيغطي اي احتياج. لو انت يهمك بطاريه محترمه فانت عندك هنا بطاريه كويسه وسرعه شحن ملهاش منافس، اداء ما يعتبرش مميز عن المنافسين ولكنه برضو مش اقل من المنافسين، هو بيدي اداء ممتاز جدا. الكاميرات تعتبر لحد دلوقتي واحده من احسن الكاميرات اللي موجوده في الفئه السعريه بتاعته برضو. والثلاث حاجات دول مع بعض يعتبروا نوعا ما الهولي ترينيتي، اللي هو لو موجودين في اي موبايل الثلاثه كويس يبقى هينفعوا اي شخص في الاستعمال وهيكون كويس بالنسبة له. فهو ريلمي 7 برو ينطبق عليه الكلام دوت، ولكن مع ذلك انت محتاج تفكر قبل ما تشتري الموبايل دوت لو معاك مثلا ريلمي 6 برو. ريلمي 6 برو كان بيقدم لك كاميرا تيلي فوتو، كان بيقدم لك شاشه 90 هرتز، ودي حاجات مش موجوده في الموبايل دوت. على الناحيه الثانيه دوت بيقدم لك الشحن الاسرع بكتير، دوت بيقدم لك الشاشه السوبر اموليد والبصمه اللي موجوده في الشاشه نفسها، فانا بعتبر دوت موبايل بيدي مميزات مختلفه عن الموبايل الثاني، لكني ما بعتبروش تطوير كبير قوي. علشان كده لو انت حد لسه هتشتري موبايل جديد فانا افضل ان انت تجيب ال7 برو، يعتبر موبايل ممتاز جدا. انما لو انت معاك مثلا الريلمي 6 برو فانت مش محتاج تبيعه علشان تجيب دوت، هيكون احسن لك كتير ان انت تستنى الجيل اللي اجدد كمان. السعر بتاع الموبايل دوت للاسف ما عنديش معلومه رسميه اكيده بيه 100% لحد دلوقتي، لان الفيديو بيتصور قبل وقت المؤتمر. هو هينزل في الرينج بتاع 5800-6000 جنيه، ولكن برضو هقول لك السعر الرسمي اكيد اول لما يتم الاعلان عنه. وعلشان كده مهم ان انت تتابعني على فيسبوك وعلى انستجرام علشان تعرف الكواليس والاخبار كلها اول باول. شاركني انت برايك في الكومنتات، وشاركني برايك في السعر بتاع الموبايل دوت، هل انت شايف ان هو يعتبر الافضل في السعر بتاعه ولا لا؟ ولكن الاهم طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي علشان تتفرج على اي فيديو هنزله بعد كده. وبس كده كالمعتاد، كان معاكم احمد كمال من AK Review، استنيني في الفيديو الجاي.